في الزمن الحاضر ما زال يحدث، والفعل الأمر ما سيحدث في المستقبل لن يحدث لغاية اللحظة. الفعل الماضي هناك كلمات مثل جمعت، خزنت. إذن قد يتصل الفعل الماضي بضمير نحن الآن نميز الفعل الماضي فقط، جمعت، خزنت، خزنته، خزنت فعل ماضي، جمعت، جمع فعل ماضي. فعل المضارع يأكل، يلعب، يغني. أستطيع أن أميز الفعل المضارع كما قلت لكم سابقا بأنه يبدأ بحرف الياء أو حرف التاء، يأكل أو تأكل، يلعب أو تلعب، يغني أو تغني، إذا فعل مضارع. أما فعل الأمر فيكون بصيغة الأمر، اجمع، دع، اذهب، ادرس، اكتب. كلمات كثيرة تكون بصيغة فعل الأمر تقولها لنا أمنا كل يوم أو معلمتنا تقول لنا الفعل بصيغة الأمر، افعل كذا، افعل كذا، اكتب، ادرس. حسنا، والآن سنتحدث أيضا عن شبه الجملة. وقلنا شبه الجملة هي الجار والمجرور، الجار حرف الجر والمجرور والاسم المجرور بعد حرف الجر، ويكون دائما مجرورا، حركته هي الكسرة. نسمي حرف الجر مع الاسم المجرور شبه جملة.